عندنا كلام كتير قوي النهارده. خلاص الدوريات في الامطار الاخيره، في دوريات خلصت، لكن كالعاده هنا في قناه النادي الاهلي يمكن على مدار اكتر من دلوقتي 4 5 شهور، وفي المحترف بنقدم لحضراتكم نماذج من اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في اوروبا. الحقيقه ملف ما زال مهم، ودايما بقول ان مهم جدا ان احنا نتواصل مع ولادنا الموجودين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، حتى لو كان بيلعبوا في نادي درجة تانية أو حتى على مستوى الشباب. ده مهم جدا لأن الإدوكيشن بتاعهم وتعليمهم كان موجود في أوروبا، وأكيد عارفين كلنا أن البيزك الأساسي هو اللي بيخلق نجم كبير ولاعب كبير، والبيزك أعتقد أكيد هيكون في أوروبا أحسن من المتواجد في مصر، وبالتالي مهم جدا. ويمكن في خبر أسعدني أن حتى على مستوى المنتخب الأول في السوشيال ميديا كان بيقولوا ان هم بيسعوا او على اتصال بلاعب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه مش متواجد. نفتكر كده عمر مرموش و مع كيروش لما استدعى عمر مرموش وبقى واحد من النجوم الاساسيين في منتخبنا، ويمكن اتنقل دلوقتي لفريق فرانكفورت في المانيا. كل التوفيق لعمر، لكن خلينا المحترف النهارده بيقدم لكم لاعب جديد، عبد الرحمن سليمان، لاعب مصري في المانيا. نموذج جديد باز، بنقدم نماذج دايما للعيبه ديت، ويعني فريق الاعداد الحقيقه بيتعب جدا وبيوصل لهؤلاء اللاعبين اللي بنعرضهم على اتحاد الكوره، لان زي ما بقول لك احنا ما بنعملش حاجه جديده. احنا يمكن بنقلد بعض او بنحاول نمشي على خطى بعض الفرق على مستوى، بتتكلم على مستوى المنتخب المغربي، على مستوى السنغال، على مستوى الجزائر، اللي يمكن من بدري قوي تابعوا وتواصلوا مع لاعبتهم اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. وبنشوف دلوقتي يعني شكل مختلف تماما لكل المنتخبات اللي بتكلم عليها. انت عشت كتير في المانيا، واكيد عندك معلومه او عندك بعض الاخبار او عندك بعض الكواليس عن اللعيبه المصريه الموجوده خاصه في المانيا. طبعا يعني في لعيبه كتير جدا في المانيا، في انديه كبيره جدا. شفنا محمد طلبه في بوخم، حضرتك قدمته قبل كده، وشفنا سيف اشرف واخوه في انديه كبيره جدا في المانيا كابتن هاني، نشأوا وترعرعوا، يعني زي ما حضرتك قلت الايديوكيشن مهم جدا، الاحتكاك بالطريقه الاوروبيه سواء من الناحيه البدنيه، الناحيه الفنيه، الناحيه الذهنيه، ازاي بيعدوا اللاعب من 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 اعمار او يعني سن صغير جدا، بيهيئوه بشكل كبير جدا ليه يكون جاهز لاي وقت. يعني احنا شفنا يعني اعتقد سيف اشرف واخوه تم استدعائهم للمنتخب الالماني تحت 17 وكان كابتن الفريق. شفنا اسماء لعيبه كبيره جدا. عفوا دي كمان يعني في زي مونشن جلادباخ، في ناس بتلعب في زي ما انت بتقول في بوخم، في حارس مرمى بيلعب في بايرن ميونخ تحت 17 سنه، يعني في انديه لا يستهان بيها، انديه كويسه. طبعا يعني وجود لعيبه مزدوج الجنسيه معانا احنا يعني زي بالبلدي، احنا الاولى، احنا محتاجينهم فعلا، لان الميكس ما بينهم وما بين اللعيبه المحليه بيدي طبعا دافع كبير جدا للمنافسه قويه جدا. شفنا ده على صعيد الفرق الافريقيه، شفنا في بطولات افريقيا الماضيه اللعيبه كلها محترفه بره، محترفه طبعا في درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه رابعه. ده بياخد خبرات كبيره جدا، الاحتكاك يا كابتن هاني خارج او في الدوريات الاوروبيه الكبرى بيدي دافع كبير للاعب، بيدي طبعا بشكل اخر تكوين هيئه للاعب، فهم البوزيشن بتاعه على اعلى مستوى، وتكوينات والمتطلبات البوزيشن دوت، بل بالعكس بيتعكس على اللعيبه اللي معاه، بيفيد وبيستفيد ايضا على ارض الملعب. بنشوف قد ايه ان هو بياخد اللعيب معاه زميله، قد ايه ان هم بيخلق ما بينهم الحماس، افكار كرويه تكتيكيه جديده حديثه دايما بيجيبوها معاهم هنا، وده اللي احنا عايزين يعني فعلا نركز عليه الفتره الجايه. عايزين دوت الفتره اللي جايه، لان كمان لازم
بكل امانه لازم منتخب مصر يكون عنده عدد اكبر بكتير من اللعيبه المحترفه اللي بيلعبوا في اوروبا اكتر من اللعيبه الموجوده دلوقتي، ومش لازم في اوروبا، في دوريات كتيره، يعني في تالق حجازي ومثلا وموجود طارق حامد في السعوديه، لكن على مستوى الدوريات الاوروبيه الحقيقه بيكون اضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر. طب بعض الناس تقول لك يعني هو دور مين؟ هو دور الاتحاد المصري لكرة القدم، مفيش شك، يعني كل اللي احنا بنقدمه ده بنقدمه للاتحاد المصري لكرة القدم. طب هيعملوه ازاي؟ مش هيعملوه بالتليفون، يعني كل الناس اللي اشتغلت اذا كان في المغرب او الجزائر او السنغال، الاتحاد بيبقى عنده سكاوتنج تيم، عنده فريق بحث خاص بهذه النوعية من اللعيبة. وفريق البحث دوت لما بيكون في لعيب موجود، لو احنا عندنا هذا التيم موجود، في لعيب احنا عرضناه هنا في المحترف اسمه محمد طلبة، اللعيب ده احنا عرضناه وكان لسه بيلعب تحت او في قطاع الناشئين. الحقيقه بعديها بشويه مر 4 5 شهور والولد ده تواجد في قائمه بوخم في البوندسليغا في الفريق الاول. بعديها بشهر مضى عقد احتراف وبقى لاعب اساسي في فريق بوخم الالماني. التيم دوت بيشتغل ازاي؟ انه عنده بيكشف اللعيبه دي كلها على مستوى الدوريات كلها، ويبدأ يتواصل معاهم، مش يتواصل بس بالتليفون، لا، في ناس بتسافر وبتقابل اللعيب، ده مهم جدا 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 انك تسافر تقابل اللعيب، تقابل اهله، لان كمان اسرته بيبقى ليها عامل كبير جدا في الديزيشن او في القرار اللي هياخده اللعيب، ويبدأ يتابعه بشكل كبير، وبيديله أولوية انك انت ممكن تكون متواجد الفترة اللي جاية واحنا مهتمين واحنا باصين عليك. الموضوع ان انا مش بارفع سماعة التليفون واكلم اللاعب والله احنا انا واحد من الاتحاد المصري وانت لعيب كويس وان شاء الله تكون موجود معانا، او تجيبه معسكر تلعبه تقسيمه صغيره وبعدين لا شكرا معلش انت مش موجود معانا. العشوائيه في هذا الملف للاسف مش هيجيب نتيجه. وبالتالي رساله هنا من المحترف للاتحاد المصري لكره القدم، ابنوا سكاوتنج تيم على مستوى البحث لنجومنا المصريين المتواجدين في اوروبا، هتطلعوا بكنوز، وهيبقى عدد المحترفين، انا ما ببصش بقول لبكره او اقول للسنه الجايه، انا بتكلم خلال 3 4 سنين 5 سنين انك هتلاقي طفره كبيره جدا، نفس الطفره اللي شهدناها وكلنا في المنتخب المغربي في كاس العالم اللي فات. احنا قادرين على ده، قادرين، عندنا اولاد كتيره جدا عندهم امكانيات، بجانب الدوري المصري يتحسن، بجانب المحترفين الموجودين دلوقتي عندك قاعده كبيره جدا من اللاعبين تقدر تستفيد منها. فده مهم جدا علشان يوصلنا لعدد محترفين كتير.